حرف الظاء. ظافر لن يقدم أظفاره. هيا لنسمع الحكاية. خرج ظاهر من المدرسة حاملاً مظلته لأن المطر كان غزيراً، وفي طريقه التقى بصديقه ظافر فوجده قد نسي حقيبته ومظلته في المدرسة. قال ظاهر: المدرسة أغلقت ولم يعد فيها أحد، كيف ستكتب وظائفك؟ لم يجب ظافر وراح يقدم أظفاره. تابع ظاهر: توقف عن قدم أظفارك، إنها عادة سيئة وتضر بصحتك. لم يجب ظافر أيضاً وأطرق خجلاً. واستقبل ظاهر ظافراً في بيته وساعده على كتابة الوظائف، فما كان من ظافر إلا أن وعده بألا يعود إلى عادة قدم الأظفار.